الفضل يقول الاخوان في اللجنه التشريعيه كل يوم جايبين مصيبه. عطني التقرير. خلونا نتكلم بشكل عام، لان انا عندي مشكله كبيره مع اخوان في اللجنه التشريعيه. كل مره ياتوننا بمصيبه، واخرها قبل هذه الجلسه اليوم ما حدث في رفع الحصانه عن الاخ محمد هايف لتغريده. بغض النظر انا موقفي من رفع الحصانه واضح طول ما انك نائب. خلنا بالموضوع اخ احمد. ماشي ماشي، يعني لا انا اقول المصائب، انا قاعد اتي على المصائب. يعني بمقابل هناك احكام خالصه في موضوع الاساءه ما يرفع الحصانه عنه، لا يوجد معيار اخ الرئيس عندهم في رفع الحصانه من عدم. هل يريد الاخوه في اللجنه التشريعيه فرض اختصاص غير دستوري وغير قانوني على القضاء؟ الا يعلمون او لماذا اخفوا الحقيقه بأن قانون تنظيم القضاء وهو القانون الأم، احنا لا يستطيع أي قانون آخر أن يتعارض معه. حدد موضوع سحب الجناسي وحدد موضوع أن ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. آخر تغريدة في أخبارنا أيضاً.